خدمتي؟ عرفتي شنو هي الفاجعه ديال الموت؟ عرفتي ملي يكون الموت كيصيب شي حد من الاسره الفنيه، يعني لا قدر الله حل كيصيب واحد من الاسره ديالك. انا ما علقيتش الكلمات باش نعبر على الحزن ديالي، ولكن هذا القدر ديال الله سبحانه وتعالى، ربي بغاها وهذا هو الاجل ديالها. حنا كفنانين غنقولوا لك كنفتقدوك، غنفتقدوك بواحد الشكل كبير، لان الشكل والشخصيه ديال لالا توريا جبران المرحومه الله يرحمها ويغفر لها ما كاينش بحاله. هي لا تشبه احد ولا احد يشبهها. شي ذكرى بين هي متفرده، هي كلها ذكريات، هي ما جمعتنا معها. ما كاينش شي واحد في الدومين اللي غتسولو على لالا توريا الله يرحمها وغادي يقول لك هذيك السيده لا ما كنعرفهاش ولا لا ما عنديش معاها ولا شي حاجه. ما كاينش، كلنا كنبغيوها، كلشي الناس كيبغيوها، كلشي عندها ذكريات جميله مع الناس. هي الوحيده اللي كان تليفون عمره ما كيتسد في وجه الناس، ماشي في وجه الفن، في وجه الناس عامه. اخر يمكن مؤخرا ما شفتهاش بزاف لانها كانت دخلت في ازمه صحيه، والازمه الصحيه طولات من بعد ما تجي هاد النكبه، كانت صحات شويه ومن بعد كانت سافرت برا ورجعات وجات هاد النكبه. للاسف كورونا ما خلاتناش نشوفوا بزاف الحباب، ما شفناهاش في المرض ديالها، خوفا عليها ما قدرناش نجيو نشوفوها. اللي الشيء الوحيد اللي نقدروا هو اننا نترحموا عليها وندعيوا ليها في صلواتنا، والله يجعل متواها الجنه، الله يجعل متواها الجنه، لانها روح طيبه وامينه وفيها كل الخصال الزوينه اللي خاصها تكون في فنان. الله يرحمك لالا توريا جبران، غنفتقدوك، ولكن اعمالك والافعالك واللي خليتي من خير غادي نبقاو دائما نذكروك به. انت من الناس اللي ما ممكنش يتنساو ابدا، ولكن انت من العباقره ديال الفن ديال المغرب، لانك انسانه مثقفه ومناضله وجمعويه، فيها بزاف الحوايج مجتمعين، فيها سياسيه كبيره، فيها بزاف. شغنقول ولاش غنقول ولاش غنقول؟ نقول الله يرحمك، الله يرحمك، الله يجعل متواك الجنه. كلمات ديال الدنيا كلها ما غاديش يكونوا في حقها. انسانه طيبه وانسانه مناضله وفنانه كبيره لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار، الله يرحمها ويوسع عليها. لا اله الا الله، دايما الله.